مساء الخير لكل متتبعي قناتي أناقة مغربية، مرحبا بكم وألف مرحبا على قناتي. كنتمنى إن شاء الله الفيديو ديال اليوم يلقاكم وانتم بألف خير، وكنتمنى من الناس جداد أنكم تنضموا للقناة، تشتركوا، تفعلوا الجرس باش تبقوا توصلوا بكل جديد الوصفات. إن شاء الله الفيديو ديال اليوم غيكون طريقتي لتحضير طاكوس منزلي، صراحة كيجي لذيذ بزاف، فغنبداو على بركة الله. بالنسبة لمقادير العجين غادي نحتاجو ليها 300 غرام ديال الدقيق الأبيض أو الفورص، كذلك غادي نحتاجو 300 غرام ديال الدقيق القمح الكامل، فممكن تستعملوا أي نوع دقيق كتوفروا عليه، فغتكون نفس الكمية ديال الفورص نفس الكمية ديال دقيق القمح. وغنحتاجو معلقة صغيرة ديال خميرة الحلويات، وغنحتاجو باش نسمو العجين بزيت الزيتون، يعني غنحتاجو تقريبا ربع كأس قبيصة ديال الملح، وكذلك غنسمو العجين بزعترة، ممكن تنسمو باللي بغيتو وباللي متوفر معكم، مثلا زعتر، زعترة، بودرة الثوم، يعني اي حاجة كتوفروا عليها. اخيرا غادي نحتاجو كمية ديال الماء البارد اللي غيجمع لينا العجين، غادي ناخذوا اناء اللي غادي نعجنوا فيه العجين، غنضيفوا الفورص، كذلك غنضيفوا القمح، غنضيفوا معلقه صغيره ديال خميره الحلويات، وكذلك زيت الزيتون، زعتره، قبيصه ديال الملح، صافي. وغادي نبداو نعجنوا العجين مع اضافه الماء البارد مره وحنا تنجمعوا حتى نجمعوا العجين. وضروري بالنسبة لهذا العجين خصها يعني تكون مدلوكة لنا مزيان، فضروري غندلكوها مزيان ما أمكن باش هكا تولي لكم العجين مطاوع عليكم في يديكم. فممكن عوض دقيق القمح الكامل ديروا الفينو حتى هو كيجي مزيان. وضروري كذلك الماء يكون بارد، صافي. غنبقى ندلكها حتى غتولي مطاوعه ليا في يدي، من بعد ما دلكتها مزيان فغادي نحطها على سطح العمل باستعانه بالدقيق، وشكلتها على شكل بودون اللي غنقسمو لخمسه ديال الاجزاء، يعني هاد القياس هذا عطاني خمسه ديال الكويرات ديال العجين، فغنكورهم بالشكل اللي كتشوفوا. فبالنسبه لحجم هاد الكويرات ممكن يعني ديروا مكويرات كبار الا كانت عندكم المقله اللي غطيبوهم فيها كبيره، سينو كانت عندكم غير المقله صغيره فديروا كويرات صغيره باش هكا منين تبغوا طيبوهم يعني توالم لكم القياس ديالهم مع المقله اللي عندكم. وغادي نخليو العجين ترتاح لينا جانبا، كل ما ارتاحت لينا كل ما مزيان. وفي هذا الوقت هذا غنمشيو باش غادي نحضروا الحشوه اللي غادي نحتاجوا ليها 250 غرام ديال قطع الدجاج اللي درت فيهم توابل خاصه بالشاورما، وقطعت عليهم المعدنوس وخليتهم في الثلاجه ليله كامله. غادي نزيدوا عليهم قبيصه ديال الملح. وبالنسبه للكفته فقطعت عليها بصله رقيقه بزاف، وضفت لها كذلك المعدنوس مقطع، وغنضيفوا لها التوابل، شويه ديال السكينجبير، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال التحميره، شويه ديال الابزار، شويه ديال الملح بطبيعه الحال، وغنسمو الكفته بودره الثوم. اما بالنسبه لقطع الدجاج فغادي نسموهم يعني بالسيطره، وكذلك بصلصه الصوجه. وغنحتاجوا بطبيعه الحال الكميه ديال زيت الزيتون، فخديت المقلة اللي غنطيب فيها الحشوة، ضفت ليها كمية ديال زيت الزيتون، درت عليها قطع ديال الدجاج، وغنضيفو زعترة، كذلك غنضيفو قبيصة ديال الملح. كيف غتشوفو معايا غادي نضيفو كذلك صلصة الصوجة، وحاولوا يعني انكم تضيفوا كميه قليله من الملح، كيف ما كنعرفوا باللي صلصه الصوجا يعني مالحه بزاف، فحاولوا ما تضيفوش يعني كميه كبيره من الملح باش ما تجيكمش مالحه بزاف. صافي غنبقاو نخلطوا ونخليوها تطيب لينا. فبالنسبه لقطع الدجاج حاولوا انكم يعني تقطعوهم قطع صغيره جدا باش دغيا يطيبوا لكم.
فمن بعد ما غادي تطيب لينا قطع الدجاج صراحه راه كتجي غزاله بهاد يعني بهاد التنسيم اللي نسمناها بزعتره، كتجي زوينه بزاف بصلصه الصوجه. فغادي نضيفو كذلك الكفته، غنضيفو ليها شويه ديال الملح، يعني باقي التوابل اللي ذكرت معكم من قبل. حاولوا انكم تفرتوها باش تطيب لكم دغيا. كذلك نضيفو بودره الثوم، ونسيت ما قلتش لكم باللي غادي نضيف نص معلقه ديال الموطارد، حتى هو كيعطينا واحد المذاق زوين للكفته. وغنخليو الكفته ديالنا حتى تطيب لينا. فمن بعد بالنسبه للصوص اللي غنرافقوها مع تاكوس، فخديت كميه ديال المعدنوس مع جوج فصوص ديال الثوم، وقطعتهم قطع صغيره او يعني رقيقه جدا. من بعد قطعتهم بالقراده حتى كيوليو عندنا رقاق يعني بزاف. وغادي نضيف لهم معلقه صغيره ديال زيت الزيتون، كذلك معلقه صغيره ديال عصير الحامض، وغنبقاو نضيفو مره مره المايونيز، وحنا تنخلطو حتى غنحصلو يعني على صوص اللي زوينه بزاف، والمذاق ديالها هائل. كنصحكم يعني بهاد الصوص، هذه كتجي رائعه. كذلك ملي كتجي منسمه بالمعدنوس وبالثوم راه كتجي غزاله، كتجي رائعه. وغادي نمشيو باش غنوجدو صوص ثانيه اللي غتكون صوص ديال الجبن. فخديت تقريبا نصف كوب يعني ديال الحليب، ممكن انكم يعني تعوضوا الحليب بكريمه سائله الى توفرات معكم. وغادي نضيفوا ليها قطع ديال الجبن، اي جبن يعني متوفر معكم. انا توفر معايا هذا ديال الساندويش، فضفت ربعه ديال القطع منه. وغادي نضيف قبيصه ديال الملح، كذلك غنضيف قبيصه ديال البزار، وكذلك غنسم بزعتره. وغنمشي باش غنديرو فوق نار اللي متوسطه حتى يعقد لينا الخليط، ونخليه حتى يبرد لينا نهائيا ويزيد يعقد، وغتولي عندنا صوص ديال الجبن. حتى هاد الصوص هادي راه كتجي زوينه بزاف. ففي هاد الوقت هذا كتكون ارتاحت لينا العجين، غادي نمشيو يعني باستعانه بالدقيق وكذلك بالمدلك غنمشيو باش نبسطوها بالشكل اللي كتشوفوا. حاولوا يعني انكم ترقوها شويه ولكن ماشي بزاف. غنحاول نقاد ليها الجوانب ديالها، نقرصها مزيان باش يتقاد ليا الشكل ديالها، يجينا الشكل ديالها دائري. وغادي نمشي باش غادي نطيبها في المقله الثقيله. فبالنسبه لي انا عندي يعني مقله متوسطه، وداكشي علاش درت الحجم ديال الكويرات يعني متوسطين. فبالنسبه لهذيك الصوص يعني من بعد ما عقدت لينا وبردات لينا نهائيا ديال الجبن، فضفت ليها كميه يعني تقريبا نصف ملعقه صغيره ديال الهريسه. فبالنسبه للناس اللي ما تيبغوش الحار ما تضيفوش الهريسه، خليوها غير هكاك راه غتجي زوينه. سينو اللي كيبغى الحار بزاف يضيف كميه اكثر من نص ملعقه ديال الهريسه. وغنمشيو باش غادي نعمروا الطاكوس. ف غادي نديرو اول حاجه صلصه الجبن، وغنضيفو الكفته، كذلك غنضيفو يعني القطع ديال الدجاج. فبالنسبه لهاد القياس انا عمر لي 4 ديال الطاكوس، عمر لي 4. ف صراحه راه كيجي لذيذ بزاف، كنصحكم انكم تجربوه. فكذلك غنضيف الفخيت، فكنعرفوا باللي الفخيت ضروريه في الطاكوس. فبالتالي نسيت ما درتش الصوص الثانيه اللي منتسمة بالمعدنوس مع الثوم، وغادي نطوب بهاد الشكل هذا. وغادي نديرو في آلة ديال البانيني، وغادي نخليه حتى ياخذ لينا الشكل ويزيد يعني يطيب لينا مزيان. فبغيت نصور معكم اكثر في هذا الفيديو، لكن يعني تحرقت في اليد ديالي بالاله ديال البانيني، فداكشي علاش ما كملتش معكم التصوير. فكان هذا هو الشكل النهائي ديال الطاكوس المنزلي، صراحه كيجي روعه. وسيرتو يعني هاد الصوص هادو راه كيجيو رائعين، يعني يعني خصوصا الصوص اللي منسمه بالمعدنوس والثوم كتجي روعه. كنتمنى انكم يعني تجربوها. فرافقتو عفوا يعني بعصير الباربا، كنا كنعرفوا فوائد الباربا. فكاين اللي كيبغي العصير بالليمون، وكاين اللي كيديروا بالحليب، فانا درتو بالحليب، يعني كنفضلوا بالحليب. فكان هذا هو الشكل النهائي،
وصلنا لنهاية الفيديو، كنتمنى أنكم تشجعوني بتعليقاتكم، كذلك كنرحب بجميع الاستفسارات ديالكم. وبسلامة عليكم، تلقوا فيديو جديد مع وصفات جديدة بحول الله.